منذ نحو أسبوع لا يهدأ بركان الشارع الطرابلسي. جل الأصوات هنا لا ثورة أو إسقاط نظام، بل تصحيح مسار. الوضع المعيشي والخدماتي يضغط على مجلس الرئاسة هنا، يطيح مؤقتا بوزير داخليته فتحي باشاغا وإن كان خارج البلاد في زيارة لبلاد الأتراك كما في هذه الصور. قرار إيقاف باشاغا عن العمل بسبب بياناته المتعلقة بالتظاهرات، يقول بيان المجلس الرئاسي، بالتزامن يتم توقيف متهم في واقعة إطلاق النار على متظاهري ميدان الشهداء بطرابلس. الحرب مع حفتر تترك أثرا كبيرا هنا، لا الدماء التي سفكت فحسب، بل مليارات الدولارات من خسائر النفط الذي أوقف تدفقه. جنرال الحرب يضغط خدميا على العاصمة ومدن أخرى، فيما الفساد يزيد الطين بلة ويربك المشهد السياسي. للتظاهر وللاحتجاج يتحسس هذا الرجل لافتات ودعوات شتى وسقف مطالب قد يرتفع يوما فآخر، يتجاوز رغد العيش وقد لا ينتهي عند دستور أو انتخابات مبكرة.